بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس SPSS فيرجن 23، ودرسنا النهاردة رقم 39 مع اختبار Multivariate ANOVA أو MANOVA، تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة. الحقيقة تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة هو امتداد لتحليل التباين الأحادي، غير أن فيه بيكون موجود أكثر من متغير مستقل لمستوى أو أكثر من مستويين، وأيضا يكون موجود فيه عدة متغيرات تابعة ترتبط فيما بينها البعض. ونفس شروط تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة نفس شروط تحليل التباين الأحادي أنوفا أو الثنائي الاتجاه تحليل تو واي أنوفا أو حتى الأنكوفا. لازم أتحقق من الشروط الأول الأسامشن بتاعت الاختبار، إذا كانت متحققة تبقى نتائج الاختبار بتاعتي دقيقة وصحيحة، إذا كانت الأسامشن بتاعتي غير متحققة تبقى نتائج التحليل طبعا غير دقيقة وغير نافعة أو غير مجزية. طيب نذهب لأول شرط عايزين نتحقق منه، وهو النورماليتي من أنالايز ديسكريبتيف ستاتستكس إكسبلور. نختار المتغيرات التابعة، عندنا عندي ثلاث اختبارات ماثيماتكس وستاتستكس وفيزيكس، ثلاث مقررات الطلاب اختبروا فيها، وعايزة اشوف الدرجات بتاعتهم دي تتبع التوزيع الطبيعي ام لا. نقول اوكي. طبعا يهمني جدول النورماليتي تيست زي ما احنا شايفينه، وايضا يتضح لنا من خلال الرسم، لكن ننظر على طول مباشرة للتيست اوف نورماليتي ونشوف طبعا قيمة اختبار كولمنجروف. طبعا نلاقي ان السيجنيفيكانس زي ما انتم شايفين اكبر من 5%، مما يدل على ان متغير درجات متغير الماثيماتكس ودرجات متغير الاستاتستكس ودرجات طلاب في مقرر الفيزيكس تتبع التوزيع الطبيعي، لان قيمة السيجنيفيكانس بتاعتها طلعت اكبر من 5%. كده الشرط الاول في الاسامبشن بتاعتي متحقق. نرجع للشرط الثاني، نغلق هذه النافذة ونروح للشرط الثاني، وهو الشرط انه يجب الا تتضمن البيانات قيم متطرفة. المفروض ما يكونش في البيانات outliers، يعني ما يكونش فيه، يعني انا ملاحظة ان الدرجات كلها تتراوح ما بين 20 إلى 50، لان الدرجة الكبرى من 50، ما يكونش فيه عندي بقى قيم شاذة 100 ولا 200، يعني قيم خاطئة. فانا عايزة اتأكد انه ما يكونش عندي outliers من خلال analyze regression linear. نختار الجروب نحطه في dependent، والماثيماتكس والاستاتستكس والفيزيكس نحطه في الاندبندنت. ويهمني الحقيقه في الاوبشن، يهمني في السيف اني اختار طريقه مهلي نيبوس للديستنس. مهني بص، هذه الطريقة هي اللي بتحسب لي الأوتلايرز، وطبعا اسم الطريقة زي بيرسون زي شيفي زي أسامي بتبقى ناس اللي طلعوا القاعدة أو أقروها، فكل قاعدة بتنسب باسم الإحصائي أو المبرمج اللي أقر هذه القاعدة. مهني بص ديستنس هي اللي من خلالها بقدر أتأكد هل في أوتلايرز في البيانات ولا لا. نضغط أوكي. وفي الاستاتيستكس ما نغيرش حاجة، وأيضا ما نغيرش أي حاجة تاني، خلاص نضغط أوكي. بالضغط على أوكي يطلع لي متغير جديد زي ما أنتم لاحظتوا هنا، متغير اسمه مهالي نيبوس، متغير جديد MAH1، ولو صفات. الصفات دي زي ما احنا شايفين، لو بصينا الأهم جدول يهمنا الجدول القيمة بتاعت اللي هنا نظلل عليها مهالي ديستنس، هنلاحظ ان القيمة هنا المينيمم 280 من 1000 والماكسيمم 14.326. القيمة دي تهمني في ايه؟ هي القيمة دي اللي من خلالها هقدر اكتشف اذا كان في outliers او لا. طب ازاي؟ هروح اذهب للكاي سكوير تيبل واقارن القيمة الكبيرة دي بالقيمة الكريتيكال لو هي significance او لا، زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. ايضا في طريقة اخرى اني اقدر بمجرد النظر على المتغير الجديد اللي تم انشاؤه، لاحظوا معايا المتغير هذا، بمجرد اني اعمل له سورت
من طبعا داتا اتعلمنا السورت قبل كده في الدروس السابقه. بمجرد اضغط سورت واقول له رتب البيانات بناء على مهلين بوس تصاعدي تنازلي اوكي او تصاعدي عادي اي حاجه واقول اوكي، لاحظوا معايا ايه اللي هيحصل. هلاقي انه اعلى قيمه جات لي هي 14 واقل قيمه جات لي كام؟ نفس القيمه طلعت في الجدول 280، 280,000. طيب انا دلوقتي عايزه اتاكد انه هل في اوتلايرز في الداتا دي ولا لا. اكشف عن هذه القيمه 14.32 مع قيمه الكاي تيبل اوف كاي سكوير ستاتستكس مع القيمه الحرجه عند درجات الحريه 3، لانه عدد المتغيرات التابعه عندي 3، عندي 3 اختبارات، اختبار الماثيماتكس، اختبار الستاتستكس، واختبار الفيزيكس، فعندي 3 متغيرات ديبندنت فاريبل. عند درجات الحريه 1 من 1000، يعني ايه 1 من 1؟ يعني فترة ثقة 99.9%، وفترة شك فقط 1 من 1. فعندي هنا الكاي سكوير كاي كريتيكال 16.27. طبعا اقارن هذه الكاي كريتيكال بقيمة اللي طلعتها في المهالي نيبوس، الاقي طبعا ان قيمة 16 اكبر من قيمة اللي عندنا في البيانات او في الجدول. اكتشف من هنا طبعا انه الشرط متحقق وانه لا توجد، لان 16 اكبر من 14، فانه لا توجد قيم متطرفه متعدده المتغيرات، وبالتالي اقدر اكمل الاختبار بتاعي. طيب اكمل الاختبار ازاي؟ اذهب الى analyze من خلال general linear model ثم multivariate. خلينا نقرب، ده الاختبار الاساسي بتاعي اللي هو من analyze ثم general linear model ثم multivariate، يعني التحليل التباين متعدد المتغيرات التابعه. اضغط عليه هيجي لي هذه النافذه، احط المتغيرات الديبندنت اللي هي التابعه الثلاثه، الماثيماتكس، اختبار الماثيماتكس والستاتستكس والفيزيكس، احطه في الديبندنت فاريبل وفيكسد بالجروب. انا عندي ثلاث جروب، ثلاث مجموعات، مجموعه علاجيه او تجريبيه تم اجراء عليها اختبارات تحسينيه، ومجموعتين ضابطتين كنترول 1 وكنترول 2. الموديل احط الموديل زي ما هو فول فاكتوريال، والبلوتس احط الجروب اوكي. خلونا نصغر شويه عشان تبقى واضحه. السيف ما غيرش حاجه، خليها زي ما هي. الاوبشن احط الجروب واختار ديسكريبتيف ستاتستكس واختبار الهوموجينيس، ولو عايز اختبارات للمين افكتس، لو مش عايزه اوكي. البلوتس كان فيها مشكله عندنا انه ما كنتش لسه عرفت الجروب، لازم اقول اد، ايوه بالظبط كده، ثم استمر. كده انا عملت كل الخيارات المطلوبه مني لاجراء الاختبار، ما عليا الا اني اقول اوكي هيطلع لي الاختبارات. لو عايز اختبارات بعديه بوست هوك اضغط الجروب واضغط له مثلا شي في، طبعا في حال ان الايكوال فاريانس اسيومد، لو كان الايكوال فاريانس نوت اسيومد طبعا هنختار اختبارات اخرى، لكن هنفترض ان هو اسيومد نختار شي في، لو هو نوت اسيومد نختار حاجه من الاختبارات اللي تحت وليكن مثلا دونت سي، لكن هنفترض انه اسيومد دلوقتي ونختار الشي في فقط عشان الجداول ما تطلعش كبيره معايا. دلوقتي اضغط اوكي وتطلع لي النتائج بالمنظر ده. ادي النتائج من اول جنرال لينير موديل لحد الرسم، شفتوا الجداول قد ايه كتيره لحد الرسم. طيب خلونا بقى نقرا جدول جدول، وزي ما انا قلت لكم ان قراءه النتائج هي اهم من النتائج، يعني احنا عملنا التحليل يمكن في 5 دقائق، لكن قراءه التحليل وقراءه نتائج التحليل هي اهم من التحليل ذاته. اول جدول هو جدول البتوين سبجكت فاكتورز، وهو يعرض عدد الحالات في المجموعات الثلاثه، وطبعا عندي التريتمنت والكنترول 1 والكنترول 2، عدد كل حاله فيها 11. تاني جدول يعرض الديسكريبتيف ستاتستكس للمتوسطات المين والستاندرد ديفيجن والانحرافات المعياريه وعدد الحالات ان في المجموعات الثلاثه، الماثيماتكس اختبار الرياضيات والستاتستكس اختبار الاحصاء والفيزيكس اختبار الفيزياء بالنسبه للمتوسطات بتاع المجموعات داخلها. بعد كده عندي الجدول الصغير اللي تحت ده، خلونا نظلل عليه ونكبر شوية.
ده اسمه جدول بوكس تيست كواليتي كوفيرينس ماتريكس، واهم قيمه بتهمني في العمليه دي هي القيمه دي اللي هي 5 من 1000، وانا طبعا كنت اخترت البي فاليو لو لاحظته في الكاي سكوير عند 1 من 1000، فنجد ان 5 من 1000 هي اكبر من 1 من 1000 عند مستوى معنويه 1 من 1000، مما يدل على ان شرط تجانس التباين المصاحب متحقق معايا، لان ده شرط من شروط الام انوفا. ده بالنسبه لهذا الشرط. طيب ننزل بعد كده للجدول التالي، وهو جدول المالتي فاريت تيست. جدول المالتي فاريت تيست هو جدول يوضح طبعا مجموعه من الاختبارات في نصفه الاول، مجموعه من الاختبارات الاحصائيه اللي هنحدد من خلالها هل توجد اختلافات ولا لا، وزي ما تعودنا انه طبعا بتهمني خانه السيجنيفيكانس، نجد ان السيجنيفيكانس كلها طبعا اصفار، يعني توجد فروق ذات دلاله احصائيه بين المجموعات زي ما هنشوف دلوقتي، وهيأكد لي الموضوع ده الرسم، وهنشوف كمان المين افكت او حجم الافكت سايز، حجم التأثير بتاع هذا الاختلاف. طيب ننزل للمتغير الجدول اللي بعد كده، وهو جدول ليفيني تيست. اختبار ليفيني، وطبعا عرفنا اختبار ليفيني هو الاختبار الخاص بال تباين المتغيرات التابعه، نجد ان تباين المتغيرات التابعه متساوي لانه اكبر من 5% للماثيماتكس وللستاتستكس والفيزيكس، اكبر الثلاثه اكبر من 5%، مما يدل على ان التباين للمتغيرات التابعه متساوي، وهذا شرط ايضا من شروط التحليل. ننزل بعد كده للجدول التالي، وهو جدول الام انوفا. هذا الجدول الكبير اسمه جدول الام انوفا، ولو حبينا نقرا القيم اللي فيه نشوف طبعا قيم السيجنيفيكانس هنلاقيها طبعا انها كلها اقل من 5%، مما يدل على انه توجد فروق ذات دلاله احصائيه في مجموعات الثلاثه طبعا في الاختبارات الثلاثه اللي هو الماثيماتكس والاستاتستكس والفيزيكس، تبعا للمجموعات الثلاثه اللي تم اجراء الطلبه او اخضاع الطلبه لهم. طبعا زي ما انتم ملاحظين هنا حجم التأثير، حجم التأثير برضو مرتفع 85%، 49%، 47%، ايضا في الجروب في المجموعات كذلك، المجموعات بينها وبين الماثيماتيك والاستاتيك والفيزيك، ايضا درجة السيجنيفيكالز اقل من 5%، مما يدل على ان وجود في فروق ذات دلالة احصائية في المجموعات. وطبعا مين اللي يجيب لي الفروق دي لصالح مين؟ البوست هوك زي ما احنا عارفين اللي هي الاختبارات البعدية، البوست هوك هي اللي تجيب لي الفروق لصالح مين، واحنا تعلمنا الكلام ده في الدروس السابقة ان كل اختبار بيكون فيه فروق بيجي وراها البوست هوك، والبوست هوك طبعا لما بيكون عندي ستار زي كده فبيكون فيه دلالة وقيمة الدلالة اقل من 5% وجنب الرقم فيه ستار، مما يدل على ان الفرق موجود وان الفرق ذو دلالة احصائية. طبعا احنا قرينا قبل كده البوست هوك في الاختبارات في الدروس السابقه، فمش عايزين ناخد فيها وقت، عايزين ننزل على طول على الرسم لان الرسم اكتر حاجه هتدلني. لو بصينا للرسمه دي، طبعا دي رسمه الاختبار الاول، رسمه اختبار الماثيماتكس، لو لاحظنا الكنترول 1 متوسطه في الدرجات، كنترول 2 اقل حاجه، التريتمنت اللي هي المجموعه المعالجه هي اعلى متوسطات في هذه المقرر، في هذا المقرر. ايضا الاستاتستكس نفس الكلام، الكنترول 2 اقل متوسط في الدرجات، الكنترول 1 تليها، الكنترول بتاع المجموعه بتاع التريتمنت هي اعلى المجموعات، وايضا كذلك في الفيزيكس كنترول 2 اقل شيء تليها كنترول 1 ثم التريتمنت هي اعلى حاجه، اتضح لي من خلال الرسم ومن خلال الارقام لدي انه توجد فروق ذات دلاله احصائيه طبعا لصالح المجموعه التريتمنت، سواء في الفيزيكس او الماثيماتكس او الاستاتستكس. اتمنى تكونوا استوعبتوا درس الام انوفا النهارده، وبكده نكون خلصنا دروس التباين كلها، وهنلتقي ان شاء الله في الدروس القادمه الارتباط والانحدار. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.